تتجوزيني يا داليا؟ بس قولي الأول، أنت بتحبني؟ أنا بحبك قوي قوي يا جودي. أنا في حاجة عايز أقولها لك. أنت عالي يا ابني، نسبت أكبر وأخطر إمبراطورية إجرامية في تاريخ البلد. مين ده؟ ده بابا بتاعي أنا. أبوك أبوكي؟ أبوك أبوكي؟ أبوها أبوها داود الشنش. عطوة، هات الزنبوقة بقى علشان نحتفل بالعريس. زنبوقة؟ زنبوقة إيه؟ أجري وراه. أحب أبشر حضرتك إن ليلتك ليلة سودة. أنت عارف أنا سموني علي التلاتي ليه؟ عشان تلات حاجات: لا رحمة، لا هوادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أخلف عيال كتيرة أوي 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 أوي. مش عايزكم تشيلوا عينكم من عليه. أنا عايزك تاخد لي سيف في وسط المكان، معزمهم نص ومعزمنا نص. متخافش يا حبيبي، أنت أبو طارية. منور أبو طارية. نخت. أنا مش عايز أقول في حاجات لسه ما عملتهاش كتير. يا أخي خوفة. هو أنت أبوك جون ويك؟ دي بصراحة بقى علي وأنا كأننا مش متجوزين. والمصحف هي. أنا؟ أوعى إيدك ما تلمسنيش. ركز معايا بقى يا أبو نسب علشان عايزين نوديك حتة أمان. أنت هتعمل، أنت هتعشره؟ طول ما الحمار ساكت العرباجي بيزود الحمولة. يعني إحنا عرباجي؟ يعني أنا اللي حمار يا طنط. بس أنت. تعالى معايا. حاضر يا معلم. تأمن لي الباب اللي ورا. وأنا يا معلم. أنت مالكش لازم. هو ده جوز بنتك؟ منعول أبو، دي جوازة. شهر عسل ما تنسيش.